Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum assalam. Tamam. Wa alaikum assalam. كيف حالك اليوم يا ستيف؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. بخير. I get confused. تمام. أخيانا أنا أدرس اللغة العربية في نفس الوقت أدرس اللغة الفارسية. أخيانا عندما أريد أن أتكلم شيئا في العربية أتحدث في الفارسية. يعني إذا تكلمت اللغة الفارسية هذا ما مشكلة. يعني أنا لا أفهم أي فارسية حتى ممكن تشكر. يعني مع بعض نحاول أن نتكلم اللغة العربية مع بعض. يعني ممكن نبدأ. أريد أن أسألك كم مدة تدرس اللغة العربية؟ أنا بدأت أن أدرس اللغة العربية منذ 8 شهور؟ no. عام ونصف or سنة ونصف. سنة ونصف. نعم نعم. Or, يعني يعني ولكن and لمدة 8 شهور أنا كل يوم قررت واستمتع في اللغة العربية. ولكن بعد ذلك أنا بدأت أدرس لغة أخرى. أخرى at the last time. المرة نعم المرة الآخر. المرة الآخر عند أو السابقا. سابقا عند تحدثت في اللغة العربية قبل 8 أشهر. ثمانية أشهر. تمام. الآن هي المرة الأولى. يعني أنت تدرس اللغة العربية، أنت طالب عربي. ممكن تقولنا كيف تدرس اللغة العربية؟ يعني أي طرق أو أي خدمة وكيف تدرس اللغة العربية؟ ممكن تقولنا عن خبرة بخصوص تعلم اللغة العربية. عند أدرس اللغة العربية أو لغة آخر كل يوم استمع وقرأ and استخدم خدمة أو نظام لينك. هي نعم. لينك هي نظام أن الذي معز ابني نعم. ابني ولدي بدأنا. We started بدأنا or نبنا. We نبدأ yeah. نبدأ بدأنا قبل 15 عام. And هي بالنسبة لي هي أفضل نظام أفضل طريق للتعلم لغات. نعم نعم. لازم احتاج أن أفهم. احتاج إلى فهم. الانبوت احتاج أم أن قرأ أو استمع كثيرا كثيرا كثيرا.
نعم نعم أفهم فهمت يعني باللغة العربية هناك لهجات كثيرة يعني لهجة مصرية لهجة لبنانية لهجة خليجية مثلا مصرية مصرية نعم وأي لهجة تدرس وكيف تقرر أي لهجة أنت تريد أن تدرس لأن هناك كثيرة يعني واللهجة المغربية مختلفة جدا من اللهجة الخليجية واللهجة المصرية واللغة العربية الفصحى يعني كيف تكرر أي لهجة تدرس أو تدرس وتعلم كلها طبعا أعتقد أن أولا أحتاج أن أريد أن أدرس الفصحى لأن في الإنترنت هناك كثيرا من بودكاست كثيرا من شيء الذي يمكن أن استمع وقرأ أوكي هي how would you say خبر هي كثيرا you know and أنا قد سافرت في واحد بلد عربية واحد بلد بس واحد بلد بس مصرية بس واحد المغرب المغرب نعم المغرب. وكيف كيف كانت خبرتك في المغرب هل تحب المغرب والبلد والشخص أحبت كثيرا كثيرا الناس جيد جدا جيد جدا مطعم لذيذ الأكل لذيذ طعم لذيذ مدينة جميلة how do you say drivers taxi drivers السائق سايك تاكسي ماي how would you say yet اتحدثون or اتكلموا they spoke هو تكلم معي نعم هو تكلم معي في الفصحى نعم okay. oh that هذا جيد يعني لأن في المغرب زرت المغرب أنا قبل ممكن 5 سنين وفي رأيي العربية في المغرب مختلفة جدا من اللغة العربية الفصحى ومن الصعب أن أقابل مع أشخاص ويتكلمون معي باللغة العربية الفصحى ويعني في الحقيقة ما أفهم لا أفهم اللغة العربية اللهجة المغربية وإذا تكلمت اللغة العربية مع شخص من المغرب هذا جيد هذا جيد جدا هناك السايك تاكسي أحيانا صاحب المطعم في الفندق هناك شخص ما يتكلم في اللغة العربية فصحى هذا ممتاز ولكن يريد أن how would you say أخبارتك tell you أخبارتك or الأخبار نعم نعم أوكي أو أتحدث تارك أو أعتقد أن أولا أريد أن أدرس الفصحى قبل ذلك أو بعد ذلك زرت أو في لبنان في مصر في
لا أعرف. نعم نعم نعم. سا سوف أتمنى أن سا يمكن أن أدرس اللغة في كل مكان. ولكن نعم تريد أن أن تزور كل البلدان في الشرق الأوسط وتزور مصر ولبنان والخليج وحول العالم العربي. في اللينك عندنا ميني ستوريز كيساس كثيرة. نعم. هناك عندنا ستة ستين قصص ستين قصص في الفسحة اي في الشماء how do you say 11 لبناني no 11 like الشماس they call it something oh like شما yeah شماغ yeah شماغ شماغ yeah. شماغ and الآن سا how do you say it? بعد قليلة سا عند أيضا كساس في في المصرية في اللهجة المصرية جيد أنا أحب استخدم هذه ميني ستوريز تكرار كثيرا That's yeah. It's a very good way to learn. Yeah. أعتقد أن إذا أعرف الفصحى لهجة أخرى ليس مشكلة كثيرة. نعم. Yeah, I have to say it must be a